رايحين بلش نحكي اليوم إن شاء الله عن intrinsic career concentration. هلا لما بنحكي احنا عن بالجنرال حكينا عن مثلا عندي السيليكون اتومز بتكون بوضع طبيعي. انا عندي كل سيليكون اتوم فيها 4 valence electrons, they covalently bond with the other silicon atoms. مظبوط, كل سيليكون كل ذرة سيليكون بتشكل مع الأذر نيبرينج المجاورة سيليكون آتومز المجاورة بيشاركوا معهم بهاي الروابط. تمام, فهلأ اللي بحكي لي لما أنا عندي كل إلكترون بتحرك عندي من الفالنس باند للكوندكشن باند اللي بصير في عندي one hole is left in the valence band. مزبوط, so the عدد الالكترونز اللي بيكون موجود عندي في الكوندكشن باند بيساوي عدد الهولز الموجودين بالفالنس باند. واضح, ما في عندي اي تاثير خارجي عليهم. لما يكون في عندي all just silicon مثلا atoms بيكون عندي عدد الهولز مثلا هاي لو بدي اكثر كل شايفين الشاشة مضبوط؟ تمام. هلأ أنا لما بيكون في عندي مجموعة من الإلكترون موجودين عندي هاي الكوندكشن باند وهاي الفالنس باند, عفوا الفالنس الكوندكشن باند هيها والفالنس باند, أوكي؟ فهلأ هاي الإلكترون هاي أنا رح أرسم الفاضيين هذول يعتبروا هولز. اوكي مثلا ارسم هلا بالنورمال سيتويشن انا عندي اتوم تمبرتشر شو ما كان, اذا كان في عندي اي انتقال لواحد من الالكترونز انتقل ان عندي من الفالنس باند للكوندكشن باند it will leave leave behind an empty hole, okay, أو a hole, خلص, it will leave a hole, an empty state, أو a hole, okay, فهلأ number of electrons رح يكون نفس number of holes, number of electrons in the conduction band, it will be equal to the number of holes in the valence band. واضح؟ لما بنحكي عن intrinsic carrier concentration, بدنا نشوف تركيز, okay, تركيز هذول نوع من الكيرف. لما تحكي عن intrinsic يعني ما في غير الالكترونز اللي من السيليكون نفسه مثلا من الالمنت نفسه والهولز اللي من الالمنت نفسه, ما في اي هولز من اي external اي نهائيا, اوكي؟ كل البوبيوليشن موجود عندي من الهولز او من الالكترون كله موجود من نفس النوع الالمنت, فلذلك بنسميه intrinsic, اوكي؟ يعني بيكون يعني نقي, ما في عليه أي تعديل, أوكي, أو ما في فيه أي شوائب. فthe number of electrons بيساوي number of holes per cubic centimeter. So the concentration of the carrier is the number of electrons or the number of holes per cubic centimeter. Okay, populating conduction band بالنسبة للإلكترونز or valence band بالنسبة للهول. هذا بنسميه intrinsic carrier concentration. يرمز له بالرمز Ni. Okay. So this Ni is a function of temperature, of thermal energy in general, okay? It's a function of thermal energy when it increases as the thermal energy increases. So at room temperature under 300 Kelvin, and here 0 degrees Celsius, the intrinsic carrier concentration بيكون عندي 1 times 10 للسيليكون, والانرجي جاب يكون عندي 1.1 في اتوم تمبرتشر بدون اي تغيير. طبعا انتم عارفين لما نحط اي هاي تو ذا ثاني اللي هي مثلا هي 1 تايمز شنت في التشن, اوكي ماشي, تعرفوها اللي الرمز بالشكل هذا صح ولا لا دكتوره؟ يعني تكونوا فاهمين الكلام هذا ضمنيا, يعني انا بس بذكر فيه احتياط. اوكي مثلا الجرمانيوم
ال ni بيساوي تقريبا 2 في 10 to the power 30 سنتيمتر كيوب نيجاتيف 4 جي. اوكي نمبر اوف الكترونز بير سنتيمتر كيوب. فعندي انا عاده اللي هي ال ni او نمبر كولز بنحكي مش نمبر كولز بنحكي بي 5 عندي أنا في دائما ما يكون في عندي أي بروبلم عفوا أنا بكون في عندي الـ ni ونفسه للـ holes and for the electrons. يعني أنا عم بحكي عن intrinsic material. ni أنا مش بحاجة أذكر هي holes أو electrons. اللي عم بحكي أنا فعلياً لما بحكي ni للسيليكون بتساوي واحد في 10 قوة 10 هي فعلياً بحكي لي إنه this is the number of electrons in the conduction band per centimeter cube and also it is the number of holes in the valence band. Okay, per centimeter cube. واضح؟ فلما يكون عندي الماتيريال انترنسك انا مش بحاجه احدد شنو خلص معروف انه number of holes equals number of electrons per centimeter cube in terms او in the conduction band for electrons and in the valence band for holes. Okay? The concentration of electrons and holes is important طبعا احنا بهمنا جدا لانه directly influence the magnitude of the current. يعني عدد الالكترونز والهولز هو بيأثر تأثير مباشر على الكيرت. اوكي اني كويستشن هلا خلينا نتعلم برضه بدنا نحكي عن تيرم جديد اللي هو بنسميه احنا الافكتيف ماس. اوكي قبل ما ندخل بموضوع الافكتيف ماس بدنا نحكي عن اللي هي مثلا لو كان في عندي ان الكترون اوكي that's moving between two plates in vacuum under the influence of an electric current. The force of this electron is equal to negative Q times E. واللي هي جاية طبعا اللي هي M note في dV by dt. اللي هي جاية من Newton's second law بحيث تحكي لي net force equals the mass of the object times its acceleration. صح؟ لو كان في عندي بالشكل هذا لو كان في عندي two plates. طبعا عندي electric field فهذا عندي الpermittivity هنا الابسلون اللي انا بعرفه بالفاكيوم مثلا فالالكترون مثلا حركة الالكترون بيكون في عندي انا بامكاني احسب the force of the electron فالقانون اللي انا بستخدمه على اللي هو m naught في dv by dt او negative q times e where F is the force, V is the velocity, T is the time, electronic charge is Q, M naught is the electron mass at rest. Okay? لكن هذا الكلام ليش أنا عم بعمل الانترودكشن هاي اللي بحكيه هلا هون في عندي two plates في بيناتهم vacuum بس يعني وعرضتهم ل electric field. لكن إذا كان الكلام اختلف عندي يعني بدل ما انا عم بحكي هلا على حركه الالكترون بالفاكيوم انا بدي احكي عن حركه الالكترون داخل الكريستال يعني هلا بالحاله الثانيه اللي هي بدي تكون بهذا الشكل انا عندي زي كريستال بهذا الشكل مش ما عادت هي معبيه فاكيوم صار في عندي مثلا لو حكيت بدي انا احكي عن اس اي كريستال هلا بالاس اي كريستال لو انا عرضتها لالكتريك فيلد الالكترونز اللي بتتحرك عندي هون راح تتاثر حركتها مش زي لما تكون هي بالفاكيوم تمام ليش راح تتاثر ليش راح تتاثر لانه في اكسترنال فورس لا مش مهبوط انا عرضتهم لاكسترنال فورس بس هون رح يصير حركة الالكترون ضمن ميديا مختلف عن الفاكيوم رح يصير في عندي كولاجين أصلا ما بين
الإلكترونز تصادم بيناتهم تختلف. السماحية الكهربائية راح تختلف أظن. طبعاً لا هلأ اللي بيصير عندي كمان راح يختلف فعلياً بشكل أساسي الفيرميتيفيتي بالأساس تيجي من طبيعة المادة. إحنا حكينا بناء على الفيرميتيفيتي اللي إحنا بنعرفها للفاكيوم والكلام هذا الفورس can be calculated as m node times the acceleration dv by dt. لكن هلأ اللي اختلف عندي هلأ الماس مش هنكون عارفين أنا البوينت اللي بدي أحكي عنها هي الماس فعلياً هون الإشي راح يأثر عندي الماس. هلأ the apparent أو خلينا نحكي in general the mass of the electron عادة تختلف عندي ما بين الفاكيوم ما بين لو كانت بالسيمي كوندكتر. يعني الـ effective mass أو الفعلي خلينا نحكي الكتلة الحقيقية المؤثرة هيك أوكي للإلكترون داخل الكريستال للسيليكون مثلا أو للسيمي كوندكتر ماتيريال in general تختلف عن الماس للإلكترون لما يكون بالفاكيوم. Okay. وسبب اختلاف الماس هذا بيكون سببه اللي هو التصادم. Okay. فالمبدأ هون اللي بنحكي فيه إنه هون this equation is no longer available in the case of semiconductor. لأن الإلكترونز الموجودين في الكوفالنت في الكوندكشن باند عفوا فعليا بتحركوا okay. ما بين two parallel faces of semiconductor crystal. واضح؟ هلا الموشن هاي اللي بتصير بتخلي الالكترونز they collide with each other with the crystal atom. اوكي هلا بيصير في تصادم ما بين الالكترون والكريستال اتومز الموجودين داخل الكريستال. فهلا هذا اللي بيسبب عندنا kind of ممكن نسميه periodic deceleration بيأثر على التسارع. واضح؟ واضح؟ في حالة كريستال في حالة الكريستال مش بس الإلكتريك فيلد اللي بيأثر عندي على الإلكترونز برضو في عندي بنسميه كريستالين فيلد بيأثر على الإلكترونز. أوكي؟ فهلأ لذلك بصير في عندي هنا تعديل على الإكويت. هلا التعديل فعليا يعني thanks to quantum physics مش راح يكون تعديل كبير جدا، لكن اللي راح يتغير عندي بالإكويجن لحساب الفورس راح نستخدم عندي this new quantity اللي هي هون استخدمنا الام نوت اللي هي electron mass at rest. اوكي او اللي هي بالفاكيوم. هون عندنا لا ام ان ستار اللي هي electron effective mass. واضح؟ electron effective mass. وبالحالة الثانية اللي هي بالنسبة للهولز MP star اللي هي hole effective mass. اوكي فهي هون عندي بتختلف من عن الاوريجينال ماس اللي هي in the vacuum. اوكي وانا بالجدول معطيكم اللي هي النسبة ما بين الeffective mass الالكترونز على الماس at rest. نفس الشيء MP على الماس at rest للسيليكون والجرمانيوم والأرسنايد. اوكي واضح؟ الهول إلها ماس؟ مش هي مكان فاضي يعني؟ هلا ما هو احنا بنفس لما حكينا عن الهول انا حكيت لكم بدكم تنتبهوا لشغله مهمه جدا. أنا فعلياً لما بتكلم عن الهول هي الهول ما رح تتحرك مثلاً من محلها. اللي بيصير هو انتقال للإلكترونز. واضح؟ يعني حرف it shows بالبالانس باند it shows وكأنه الإلكترون is moving. الهول is moving. طيب الفيلوسيتي ثابتة؟ الفيلوسيتي لا بتكون يعني معطى يعني من ضمن التيرمز اللي هي بس هي تقريبا لكل سيمي كوندكتر ماتيريال راح تكون وحده يعني ثابته راح تكون. طبعا في تاثيرات خارجيه ممكن تاثر عليه طبعا اللي هو الالكتريك فيلد مقداره عشان هيك بتغير الفورس ان جنرال.
لكن إذا ثبت الإلكتريك فيلد ما رح تختلف أنت الفورس، لأنه طب نوعية السيمي كوندكتر نفسه الكريستالين فيلد ما رح يتغير. إذا ثبت أنا عندي نوعي السيمي كوندكتر ثبت الإلكتريك فيلد ما رح تأثر السرعة. أوكي طيب، لحد الآن حكينا عن intrinsic material أو in general كنت أحكي لكم silicon أو germanium، ما حكينا عن أي تفاصيل أخرى عن other types of material. هلأ حكينا إنه أنا at room temperature السيليكون مثلا فعليا is insulator، ما بيكون الconduction band بتكون عندي فاضية والvalence band بتكون عندي full، تمام؟ هلأ في طبعاً مع التكنولوجي مع الميدز اللي إحنا نحتاجها، إحنا بحاجة لأنه يكون في عندنا more control over the carrier concentration. أوكي؟ أنا بدي أعمل control على carrier concentration. هلأ ليش أنا بدي control على carrier concentration؟ فأنا فعلياً I'm controlling the current. الشكل هذا I'm controlling the current. يعني بمعنى أنا بدي أزيد مثلاً عدد الcarriers. أوكي؟ بدي أزيد عدد ممكن أحكي الإلكترونز بس ما بدي أزيد عدد الهولز، أو بدي أزيد عدد الهولز بس ما بدي أزيد عدد الإلكترونز. أوكي، حسب مثلا الأبليكيشن. أوكي، فال without any help، أوكي without any external help the number of total the total number of carriers electrons and holes is limited to ni، اللي هي ni جاية من الفيز زائد الـ Ni اللي جاية من الإلكترون. أحنا لسه ما حكيت لكم عن الـ P والـ N، خليني أكتبها بشكل later الـ holes راح نسميها P والإلكترونز راح نسميها L يعني نمزل. فهي أنا بحكي عن إلكترونز و holes. أوكي، فهذا التوتال موجود عندي بس هذا فعليا it's not that much يعني مش كافي. It will lead to very high resistance and few useful applications. لما يكون عندي high resistance مثلا كمية الكرنت اللي راح تمر قليلة، بالتالي ما راح استفيد منه. فهلا اللي بدنا نشتغل عليه we need to add carriers by modifying the crystal and this process is called as doping. Okay؟ فأنا doping فعليا كان achieve doping by adding impurities. إيش يعني impurities أو إيش يعني impurities؟ other elements غير السيليكون مثلا. It's an element مثلا ممكن نحكي it's the one that enters the crystal atom and replaces one of the semiconductor atoms. Something external. يعني سيليكون لا بدي أحط فيه atom أخرى بس مش سيليكون. فهي تعتبر impurity. شوائب يعني في نحكي بالعربي. اوكي واضح. فهذه الامبيوريتي فعليا رح يكون لها تاثير كبير جدا على البوندز الموجودين داخل الكريستال. فهذه العمليه تتحقق او بنسميها دوبينج ذا كريستال. لما بحكي عن دوبينج فانا بحكي عن the addition of controlled amount مثلا. اوكي، you can add controlled amount كمية معينة تحكم فيها of specific impurity atoms with the مثلا it depends on the purpose. Okay, either increasing electrons or the whole concentration حسب الابليكيشن أنا بتسميها. Okay، فأنا بعمل بتم هاي العملية عن طريق doping. Okay، you dop the material. فبننتقل هون من intrinsic semiconductor material to extrinsic or doped material. Okay, لما بحكي عن extrinsic فأنا بحكي عن material that's been doped. Okay, يعني there are some impurities added to the material. شوائب تم إضافتها للماتيريال. بس هون الشوائب مش بمعنى الشوائب اللي إحنا بناخذ بحيث إنه الشوائب دائما negative reputation إلها. لا، هون الشوائب اللي عندنا إلها يعني الشوائب العادة لما تحكي بدك تضيف شوائب على الشيء وكأنك بدك تأثر عليه نيجاتيفلي بشكل سلبي.
لكن لا، في حالة السماي كوندكتور إحنا بنضيف الشوائب هاي أو الإمبيوريتيز حتى نحسن من البرفورمانس للسماي كوندكتور. البرفورمانس برجع بحكي بقصد فيه increasing the concentration of the holes or the electrons. لازم تكونوا عارفين الترمز اللي بحكي عنها شو بقصد فيها. فهلأ doping material either they are acceptors or donors. Okay. فهلأ رح أحكي بالبداية عن ال concept donor. Add an extra. لما نحكي عن donor نحكي عن متبرع. Okay. صح ولا لا؟ أنا بدي أحكي عن دونر، بحكي عن متبرع. متبرع إذن هلأ الدونر رح يجي يتبرع لي لهالكريستال بشي جديد، أوكي؟ ما رح ياخد منها. فهون الدونر بمبدأ رح يجي ويتبرع لي بإكسترا إلكترون زيادة، رح أدخل النو آتوم على الكريستال للسيليكون مثلا، أوكي؟ وبدي أحصل منها إكسترا إلكترون. هلا هدول بالعاده الدونرز بنجيبهم احنا من الكولوم الخامس في البيريودك تيبل. اوكي، ايش معنى بالكولوم الخامس في البيريودك تيبل؟ كم الكترون عندهم؟ كم فالنس الكترون طبعا بقصد؟ خمسه. اوكي، يوجوالي دونرز يوجوالي ار بوت فروم ذا فيفث كولوم. طب شو السؤال؟ سألتكم كم valence electrons عندي في الكولوم الخامس، فحكينا 5 valence electrons، مظبوط؟ بدي أعرف إنكم تعرفوا يعني إنه في عندي 5 valence electrons لو أنا بشتغل على الكولوم الخامس، السادس عندي 6 and so on. مثلا انا ممكن اجيب الفوسفورس مثلا او الارسنيك، اوكي، او الاناتومي. فهذول مثلا ثلاثه اليمنت بجيبهم من البيريودك تيبل الخامس، من عفوا من الكولوم الخامس بالبيريودك تيبل، وممكن اضيف الاتومز تاعتهم للكريستال اللي بالسيليكون. هلا هذول فيهم خمسه، صح؟ هاي مثلا هاي دونر، اوكي، بدي افترض اني بشغله على الفوسفورس، اوكي، هذا دونر. هلا الدونر لما بدي يجي عندي هون، الدونر عنده 5 فالنس الكترونز، والسيليكون بدي اي ويل ريبليس السيليكون، وان سيليكون اتوم وذ دونر. اجى عندي هذا الفوسفورس، عندي البي هون، اوكي، راح يعمل كوفالنت بوندينج اربعه ما بينه وما بين الاذر نيبرينج سيليكون اتومز، صح؟ بضل عندي 1 اكسترا الكترون فري ذات اكشلي واندر اراوند ذا لاتس، بضل بتحرك free electron عم بتحرك حول اللاتس، تمام؟ فأنا بإضافة one single atom of phosphorus to a crystal of silicon I created one extra free electron even at room temperature. واضح؟ فهذا الإلكترون free يعني it can move around the lattice itself، ما في يعني عليه control، يعني خلاص بيكون free electron موجود، وتوقف الأتومز كلها full. واضح؟ يعني لو أنا هيك بدي أرجع أرسم لكم إياه عندي. طب راح يكون بالفالنس بالفالنس ولا الكوندكشن باند؟ هلا بنحكي عنه. إلهم هذول ليفل إنرجي ليفل معين، طبعا هو الدونر دائما الإنرجي ليفل أقرب للكوندكشن باند، طلعوا عليها. هاي خليني أشرح لكم إياها هون. هلا at room temperature عفواً at T0 Kelvin، عفواً مش room temperature، at T0 Kelvin هلأ هذا هو ال EV band energy، وهذا اللي هو ال conduction band. أوكي، هلأ بيجي عندي الدونر ال energy للدونر بتكون أقرب ما يكون لل conduction band. هلأ this is at T equal 0، هلأ مع increasing T، مع increasing T بلش الإلكترونز عندي تنتقل بهذا الشكل للكوندكشن باند،
واضح؟ يعني هاي الدونر إلكترونز هاي هم موجودين بالليفل هذا at zero Kelvin. Free electrons. Okay؟ والإنرجي ليفل للدونر بتكون عندي قريب جدا من الكوندكشن باند. فزيادة يعني at room temperature عادي بشكل عادي يكونوا كل الإلكترونز موجودين عندي في الكوندكشن باند. فهي ميزة كبيرة جدا. أنا السيليكون لحاله سيليكون لحاله at room temperature is insulator. بس لما هلا عملت له doping with a donor مثلا ضفت له فوسفور اوكي atoms of phosphorus طبعا الواحد ما راح يضيف one atom راح يضيف عدد كبير هائل جدا يعني اوكي فلما ضفت الفوسفور at room temperature يعني even below room temperature زي ما انتم شايفين هنا there are some free electrons in the conduction band واضح at room temperature أنا بوصل إنه كل الإلكترونز اللي جايين من الدونر كلياتهم بالكوندكشن باند. مش راح يكون لسه ستيل مثلا عندي في حالة السيليكون مش راح يكون في عندي إلكترونز ستيل من السيليكون نفسه. Increase the temperature more راح يبلش برضو يجيني more إلكترونز اللي هم بطبيعة الحال ينتقلوا من الفالنس باند للكوندكشن باند بالنسبة للسيليكون. واضح؟ الإنرجي ليفل للدونر تكون قريبة من الكوندكشن باند هون هذا الشكل. طب نقدر نقول المادة هون صارت موصلة؟ يا صحيح فإحنا زدنا الكوندكتيفيتي للماتيريال. وبالحال الأولى طب شو كانت قبل شوي ما كانت تساوي بس ما كان سيليكون لحال كان عادي؟ لا شو اللي هلا شو اللي صار احنا كنا نحكي السيليكون ب at equal 0 كلفن ما بيوصل وين انا بدي اشوف لكم وين حكينا عنها كان عنها before I'm not sure وين حكينا عنه لكن حكينا إحنا عن السيليكون فعلياً في أتروم تيمبريتشر هو عبارة عن إنسوليتر بدك تبلش نعرضه لإلكتريك فيلد مثلاً حتى ما هي مثلاً هذا إكزامبل حتى تزيد عدد الكاريرز بدك تبلش تعرضه لإلكتريك فيلد بالتالي راح يتعرض له في أكبر من زيرو كلفن وتبلش تزيد عندك أنت عدد الهولز أوكي حتى يصير أقرب للكوندكتر أو كوندكتر بدك عدد كبير جدا من الإلكترونز واضح؟ بدك عدد كبير جدا من الإلكترونز حتى تقدر تحكي عنه كوندكتر فهذا الحكي أنا بحققه بالدونر بشكل أسرع وبشكل أكبر كبير جدا يعني even below room temperature conductivity ببلش تزداد للإكسترنسيك ماتيريال واضح؟ وصلت وصلت وصلت؟ تمام فهي بتيجي عند طبعا هاي اللي هي ميت المانيفاكتورينج عندنا بيعتمد على هاي تكنيكس بشكل كبير جدا اوكي طلعوا لي على هذا الفيجر امامكم اوكي خلينا نشوف يعني شو في اشي مختلف عن اللي قبل شوي انا حكيت طلعوا لي عليه واحكوا لي في اكسترا هول لانه في السيليكون مش عامل رابطه لانه احنا حاطين بورون اتوقع اسمه ففي لينك مفقود اللي بيؤدي انه في اكسترا هول بالضبط هلا هون انا اجيت لكم الحاله الثانيه من الدوبينج اوكي برضو دوبينج اور ام كرييتنج ان اكسترنسيك ماتيريال لكن الدوبينج ما انعمل عن طريق دونر متبرع لا انعمل عن طريق اكسبتر الأكسبتر بياخد أوكي؟ لما بياخد أنا بحكي بياخد إلكترون لما بياخد إلكترون معناته it will create a hole معناته هو راح يسبب زيادة عدد الهولز واضح؟ في حالة الدونر جبنا عندنا element فيه عدد من الإلكترون أكبر من عدد الكوفيلنت بونز اللي ممكن تنعمل
بالتالي صفر في عندي free electrons available. هلا في حالة الأكسبتر لا، أنا بجيب عندي أوكي element بحيث إنه يأخذ من الإلكترونز ويترك وراء هول. أوكي طلعوا هون اللي بالأصفر، اللي بالأصفر example لا أكسبتر. بالعادة الأكسبترز بنجيبهم من الثيرد كولوم of the periodic table. طبعا مش بالضرورة، بس أنا بحكي لكم متعارف عليه. لما بجيبهم من الثيرد كولوم معناته فيهم 3 electrons. إذا فجأة أنا بدخل آتوم مثلا للبورون، أوكي دخلت آتوم للبورون هون فيها 3 electrons. هلا ال 3 electrons هدول بدهم يرتبطوا بكوفالنت بوندز مع 3 electrons من السيليكون آتوم، بس بالمقابل في ظل عندي 1 هول بسبب هذا البورون. مظبوط. One less bond means the acceptor is electrically satisfied. The acceptor خلاص اكتفى. بس the neighboring silicon is left with an empty state. واضح؟ فالempty state هاي فعليا هي شكل عندي hole. يعني السيليكون ما رح يقدر يربط الالكترون اللي عنده بالكترون آخر، ما في. There isn't any another electron so that they can share one covalent bond. بالتالي بيترك empty state. هلا هاي ال empty state فعليا هي extra hole. اوكي طلعوا هون عندكم على الاكسبتر. خلينا نحكي على الانرجي باند موديل. الانرجي باند موديل عندي هاي الفالنس باند، وهاي عندي الكوندكشن باند، وهاي عندي الاكسبتر energy band. واضح؟ هاي at equal zero بيكون الاكسبتر energy band كله فاضي. ببلش by increasing T، ببلش ياخد electrons من valence band leaving holes behind. At room temperature ببلش عندي كل ال empty state اللي كانت عندي بالاكسبتر كلهم بيكونوا filled، والأكسبتر بيكون وصل البالانس، بس بالمقابل البالانس باند ترك فيها عدد كبير من الهولز. Okay, so we increase the number of holes. واضح؟ واضح واضح. بس الماند هون شو طبيعتها؟ كيف؟ المادة هون شو طبيعتها بتكون؟ هون المادة شو طبيعتها بدنا نفهم شو يعني semi conductor، كيف بتشكل عندي، كيف ممكن أنا أصلاً intrinsic and extrinsic، كيف بحسن طبيعة semi conductor، إيش هم ال current carrier أو الموجودين عندي في ال conductor. يعني عادة المتداول نعرفه اللي هو في ال conductor بس ال electrons they carry the current أو they are the reason of the current. صح؟ هلأ في semi conductor في طبيعة العمل مختلفة تماماً. في عندي positive and negative charges that are responsible for the current. واضح؟ فهلا لازم نفهم احنا شو يعني سيمي كوندكتور. هلا طبعا احنا قاعدين نمشي معكم شوي شوي مشان نوصل للسمبلست الكترونيك ديفايس اللي احنا بنسميها الدايود. مش رح نفهم الدايود اذا ما فهمنا كيف بنشكل عندنا مثلا extrinsic material. لما بحكي عن intrinsic material عن extrinsic material، either material بده يكون فيها عدد الهولز اكبر بكثير من عدد الالكترونز، او material بده يكون فيها عدد الالكترونز اكبر من عدد الهولز. بالتالي انا بامكاني اصنع ماده that actually represents a positive، خلينا نحكي a positive collection of charges، وبالمقابل material that is actually represents a negative collection of charges. بسبب انه النسبه والتناسب ما بين عدد الالكترونز والهولز الموجود ما بين البوزيتيف والنيجاتيف تشارج، وهذا رح يعطينا خصائص مهمه جدا حتى نبني الالكترونيك سيركت. اوكي وي هاف تو جو ثرو اول ذس حتى نقدر نفهم مبدا عمل الالكترونيك ديفايس. انتم بتعرفوا كل الالكترونيك
كل الديفايسز يمكن تعاملتوا فيها ما قبل من السيركت او غيره كله كنت بتحكوا لينير ديفايسز، عندي لينير كانت فولتج ريليشن شيب صح ولا لا؟ ولا معكوش خبر؟ وين رحتي شباب؟ اتيست في كان شاب عم بيحكي معي او بيسالني. اه دكتوره معك. بدون ما نفهم الاساسيه زي ما حكيت هلا هون طبعا الديفايس رح يتعامل معها كلها نون لينير اوكي، رح يكون في نو ريليشن شيبس ما بين فولتج اند كيرف. فطلعوا لي هون على الهول موفمنت مشان ارجع اكد انا على ايش يعني هول موفمنت. Actually, the hole doesn't move. برجع بحكي, the hole doesn't move. The thing that moves the electrons. بس حركة الالكترونز هاي leaving holes behind. It gives you the indication at if the hole is moving. فإحنا نختصر عليكم بهذا الشكل. Origin of material are neutrally charged. عندي هون state is located next to the acceptor. Okay, هذا الacceptor في عندي next to it. في عندي empty state. Okay. هلا شو اللي بيصير الامبتي ستيت هاي؟ هاي الامبتي ستيت ما راح تضلها فعليا امبتي، راح يجيها الكترون تو فيل ات من ا نيبرينج من انذر اتوم من المجاوره من الذرات المجاوره، راح يجي الكترون يعوض هاي الهول، بس اللي بيصير ذيس الكترون اللي اجى يعوض محلها راح يترك بيهايند انذر هول. واضح؟ يعني بتصير زي يعني بتصير زي حركه نسبيه للهولز عشان تملا الفراغات راح تتكرر. الالكترونز بتصير تعبي الهول تركي وراها هول، بالتالي بيرجع هاي الهول اللي انتركت وراها راح يجي عبيها الكترون ثاني بيترك وراها هول. راح ضل تتكرر. نعم راح ضل تتكرر تقريبا بالضبط. The positively charged hole can move throughout the crystal. هذا اللي احنا بنحكيه، لكن really it is the valence electrons jumping from atom to atom that creates the whole motion. فهمتوا اللي بصير؟ يعني انا بحكي هي فعليا الهول نفسها ما بتتحرك، لكن الالكترون لما يروح يعبي هول من الاتوم بجنبه ويترك وراه هول فاضيه بصير وقت انه ايه تحركت الهول من هون لهون، تحركت البوزيتيف تشارج من ون لوكيشن للاخر، لكن فعليا طلع يعني البوزيتيف تحركت. هي فعلا ما تحركت هون، هاي كانت empty state صح؟ هاي كانت هول، اجى الالكترون من هون filled it ترك ورا behind it ترك هول، اوكي؟ one more time اجى الالكترون اللي هون filled this state ترك ورا هول، اوكي؟ فبصير الحركه بهذا الشكل، طلع ورجع ترك هون وعب عندي مره ثانيه. فبصير الحركه بهذا الشكل. Okay, so the regions around the acceptor has one extra electron and thus negatively charged. And region around the hole has one less electron and thus positively charged. So in general, أنا لما بحكي عن نقطة مهمة جدا ما بدي أنساها اللي هي all regions of material are neutrally charged. يعني حتى داخل ما بين الهول سامعيني؟ اوكي انقطع الاتصال للحظة اتفاق. ف بتضل عندي برضه بتضل عندي نيوترال ماشي الحال؟ كل اشي واضح هيك؟ في اي سؤال؟ اوكي طيب فهلا رح ارى في اي استفسار او اي سؤال بالنسبه للمواضيع اللي حكينا عنها؟ كل شيء واضح مبدئيا؟ واضح مهندس. طيب فهلا رح اراجع معاكم بس بعض الجيرمز اللي معظمها اظن مر معنا وبعضها يمكن يمر معنا ليتر. طبعا حكينا عن الباند جاب انرجي وفهمنا ايش هو. في حدا عنده اي مشكله بالانرجي باند موديل ان جنرال او عن الباند جاب انرجي؟ يعني ايش لما بدي احكي عن باند جاب انرجي ايش ممكن اعرف باند جاب انرجي؟
اللي هي امامكم انويز. نعم الانرجي للكوندكشن باند ناقص الانرجي للفالنس باند. تمام اي سي ماينس اي في، بمعنى اخر انا فعليا لما بحكي عن اي جي هي the minimum energy required to move a valence electrons from the conduction from the valence band to the conduction band. Okay, the minimum energy لازم يكتسبها الإلكترون حتى يتحرك للconduction band. هاي معلومة مهمة جدا ما لازم إحنا ننساها. لما بحكي عن intrinsic semiconductor. Okay. Intrinsic semiconductor is a native semiconductor with no dopants. لما بحكي عن dopants اللي هي either acceptor or donor. Okay. فالdopant هو فعليا استخدم okay. فأنا بيهمني يعني لازم تكون ما تنسوا the energy required to move the valence electron to allow it really to conduct. برضو الdopants مهمة جدا مبدأ. أنا intrinsic native semiconductor ما فيه أي نوع من الdopants، لا acceptors ولا donors. Okay, electrons in the conduction band equal the holes in the valence band. The concentration of electrons equals the intrinsic concentration Ni. يعني both concentration of holes and electrons are equal. Okay. Extrinsic semiconductor اللي هو doped semiconductor معمول له doping either using a donor or acceptor. Okay. فهلا electrical properties in general اللي بتتمتع فيها خلينا نحكي المانيف semiconductor materials can be controlled in the extrinsic semiconductor, not in the intrinsic semiconductor. يعني أنا بقدرش أغير السيليكون نفسه بإضافة سيليكون. خلص السيليكون هيك طبيعة عمله، الجرمينيوم هيك طبيعة عمله. لكن بقدر أتحكم فيه أو أغير فيه إذا ضفت له دونر أو أكسبتر. أوكي؟ فالدونر فعلياً هو an impurity added to a semiconductor that adds an additional electron not found in the native semiconductor. So في عندي additional electron بيجيني بسبب الدونر. والacceptor برضه هو impurity. Okay, added to semiconductor that adds an additional hole not found in the native semiconductor. Okay, so the dopants either acceptor or donor. Both are called dopants. Okay, that are used in the doping process. Any question لحد الآن؟ دكتورة لما أضيف الدونر أو الأكسبتر إيش بتغير على موصلية المادة؟ يعني أنا إيش الهدف من إضافته على السيليكون بالنهاية؟ عشان نزيد عدد الإلكترونز فري إلكترونز. هلأ إذا بدك تحكمي بالكرنت أوكي؟ بدك تحكمي بالكرنت. الكرنت in general هو charges in motion صح؟ yes. الكوندكتر هو فعليا negative charges in motion أو الإلكترونز in motion. أوكي؟ في حالة السيمايكوندكتر هو either electron مش إيه هو يعني الإفكت of both the electrons and holes movements. Okay, both carriers. دول نسميهم carriers. فإذا أنا بدي أزيد conductivity للماتيريال هاي سيماي كوندكتر أنا بقدر أتحكم فيه إذا أخليه إنسوليتر أو أعمله كوندكتر. فإذا بدي أتحكم بالكوندكتيفيتي I want to increase the conductivity. بالتالي إذا أنا لازم أزيد عدد الكاريرز أو أنقص عدد الكاريرز مثلا في السيماي كوندكتر. إحنا عادة نبحث عن زيادة عدد الكاريرز. أوكي؟ إذا بزيد عدد الكاريرز as electrons بإضافة donors أو as بزيادة عدد الهولز as acceptor بضيف الدونر بضيف عفوا impurity as acceptor. واضح؟ فأنا هون لما بأثر على موصلية السيماي كوندكتر راح يتأثر على البروبرتيز اللي أنا ممكن أستخدمه فيها. يعني يمكن لقدام شوي لما تبلشوا تعرفوا بإيش بنستخدم هاي الماتيريالز أو كيف
يتم تصنيعها رح تفهموا أكثر. واضح؟ طيب تفضل. طب قلنا ما نقدر نقلل عدد الكارير عشان تصير المادة عازلة أكثر، فشلون نعملها شيء؟ والبعد ما أخذ لك إذا بدك السيمي كوندكتر يضلوا إنسوليتر ما تعرضهوش مثلاً لهيت، ما تعرضهوش لثيرمال إنرجي، يعني بطبيعة الحال at room temperature السيمي كوندكتر is insulator. طب لو بدي أصنع إشي مثلاً يتحمل مثلاً زي السيليكون، واضح؟ يعني بالعاد إنه مش بال يعني حتى لو إنه تعرض لتمبرتشر شوي لثيرمال إنرجي زيادة شوي بضل الإلكترونز الموجودين بالكوندكشن باند عددهم قليل إني أقدر أحكي إنه إيش ال أحكي إنه صار كوندكتر يعني. يعني عادة عند T zero كلفن أوكي. أنا لازم أوحد لكم الكلام عن الروم تيمبرتشر لأن أحيانا بقصد أنا الحاجة علي بقصد بالروم تيمبرتشر العادية اللي إحنا بنعرفها بالسيلسيوس وأحيانا برجع لها وكأنه بالكلفن فرح أوحد كلامي from now on بالكلفنز أوكي؟ فلما بحكي at T equals 0 كلفن إيش معناها هاي؟ معناها قبل negative 273 degrees سيلسيوس مظبوط؟ this is the 0 كلفن اوكي لما بحكي عن room temperature بالكلفن صح اوكي لما بحكي عن room temperature بالكلفن بحكي عن حوالي شو اسمه 300 degrees بالسيلسيوس واضح فلما بحكي عن تي 0 كلفن اوكي مختلفه عن وقت room temperature بالكلفن عشان ما يكون في اختلاف يعني فعند بالعادة مثلاً أنا لو بدي أحكي عند zero kelvin مثلاً كل إلكترون بيكون عندي at its lowest possible energy okay فeach covalent bond is filled مثلاً بالسيليكون okay فحتى even if a small electric field is applied to the material the electrons will not move مش لهذيك الدرجة رح تأثر هلا at T equal zero kelvin the Si السيليكون is insulator. Okay. As the temperature, the thermal energy increases عن طريق temperature, okay, ببلش السيليكون يتغير من the properties اللي له. وبيزيد عدد الالكترونز اللي بتطلع من ال valence band للconduction band. حتى هذا يعني حب نوصل للroom temperature, okay, at 300 Kelvin. بيكون عدد الإلكترونز still مش كافي enough للأبليكيشنز اللي أنا بدي إياها واضح؟ واضح واضح أنا عندي T zero كلفن بيكون عندي السيليكون totally insulator يعني keep it at very low degrees zero كلفن يعني 273 درجة تحت الصفر السلس اللي احنا بنعرفه واضح شباب واضح 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 اوكي فام Let me see who's in the lobby. This. Anyways. خلينا نكمل. فهلا اللي بصير عندي هون بدنا نتعرف على أول شيء بدي أحكي عنه اللي هو N-type material. يعني أول خلينا نحكي أول خيط راح يساعدنا إنه ندخل في الماتيريال itself. Okay. هلا لما نحكي with electron concentration n equal the number of electrons per centimeter cube. Okay. Exceed the whole concentration normally through doping with donors. بشكل عندي بنسميها n-type material. تمام.
لما بزيد تركيز الالكترونز free electrons in the material number n in general. قبل شوي كنا نحكي عن n sub i صح؟ حكينا هاي intrinsic carrier concentration. هلا بحكي عن in general هنا اللي هي number of electrons per centimeter cube. هلا actually you can control this or you can by increasing the number of electrons. أنا بشكل material جديدة بنسميها n-type material. واضح؟ فلما بحكي عن n-type semiconductor أنا بحكي عن semiconductor that contains donor impurity atoms. اوكي؟ بده يكون donor doped semiconductor. تمام؟ واضح. ولما بحكي عن P-type material أو P-type semiconductor فأنا بحكي عن semiconductor بيكون بيحتوي على donor impurity atoms عفوا acceptor impurity atoms اللي هي بيكون acceptor doped. تمام؟ فأنا هاي عندي and material عندي and material P material واضحين P type material بده يكون number of electrons exceeds the whole concentration and P and N بيكون exceed actually NP راح نتعرف على هاي terms أكثر. P material بيكون number of holes أو holes concentration exceed the electron concentration normally through acceptors وهي بتصير على طريق الدونرز. واضح؟ فأنا لما بحكي عن N-type material عادة نرمز له بالN. فأنا لما باجي بدي أحكي عن majority carrier the carrier that exists in higher population I mean N if N أكبر من P or P if P أكبر من N. بمعنى N-type material بسميها majority carrier بيكون فيها electrons. Okay? لأنه number of electrons عادة نربز لا number of electrons بالرمز N number of holes بالرمز P. طبعا هذا كله per centimeter cube يعني as a concentration. فلما يكون في عندي ال N أكبر من P فالmajority carriers بيكونوا عندي الإلكترونز بنسميها N-type material. أوكي؟ لما بحكي عن N-type material majority carriers فيها هم إلكترونز يعني N أكبر من P number of electrons أكبر من number of holes per centimeter لما بحكي عن P-type material P carrier أو الهول أكبر من N per centimeter cube الP أكبر من number of holes أكبر من أكبر من electrons per centimeter cube إيش بالعكس؟ يعني إنه صار العكس إنه هون عند الهولز أكثر من الإلكترونز بالضبط فأنا في كل type من هدول الماتيريال عندي two types of carriers عندي بسميه majority carrier وعندي minority carrier واضح؟ عندي majority carrier وعندي minority carrier بقولكم خط تحت أحسن عندي majority carrier هون وعندي minority فلما بحكي أنا عن P-type material N-type خليني بالأول بالN-type material In the N-type material, the majority carriers are the electrons, N أكبر من P, and the minority carriers are the holes, P. Okay? Has carriers that exist in lower population have been semi-minority. In P-type material, the number of holes is larger than the number of electrons per centimeter cube, so the majority carriers are the holes, are the P, and the minority carriers are
the end, the electrons. واضح؟ هاي مهم جدا احنا نكون عارفين، لانه هلا رايحين للامام شوي نبلش نبني عندنا الالكترونيك ديفايسز من هالنوع هالانواع المختلفه. يعني في ماتيريال، يعني ابسط ديفايس احنا رايحين نعملها بيلدينج من بي تايب ماتيريال، نجيب بي تايب ماتيريال جنبها ان تايب ماتيريال، فهي رح يكون اول الكترونيك ديفايس احنا فعليا رح نتعامل معها، ورح نيجي لشرح الابلكيشنز الها بالديتيل. بس بيهمني لما احكي انا جبت ان تايب ماتيريال مع بي تايب ماتيريال واي مانيفاكتشر ذم ذس واي، تكونوا فاهمين عن شو بنحكي. واضح؟ واضح واضح. Any question؟ طبعاً هنا في آخر موضوع اللي هي important among others، أشياء أخذناها مثلاً insulator, semiconductor, metal, amorphous, polycrystalline، الterms المختلفة اللي مرت علينا، وفي بعض الterms لسه ما مرت علينا رح تمر علينا للأمام شوي، رح تكون موجودة. هلا اذا راح اعمل راح انزل لكم انا الماتيريال هاي اونلاين، اوكي راح انزل لكم الفايل هذا على الاي ليرنينج، هاي رقم شغله رقم واحد. شغله رقم اثنين اللي راح انزل لكم جزئين من الكتاب، اوكي اللي بيشرحوا عن المواضيع اللي راح احكي عنها خلال المحاضره القادمه ان شاء الله والمحاضره اللي بعدها تقريبا، واعتقد ان شاء الله احنا محاضرتين يمكن او ثلاث بالماكسيمم، ورايحين نبلش بالـ PN junction اللي هي الـ PN semiconductor حكيت لكم عنه، أوكي؟ فيفترض فيكم تراجعوا الماتيريال، هاي الكتاب رح يكون عندكم وهاي النوت رح يكون موجودة عندكم. الكتاب as PDF file موجود عندكم؟ يس موجود، نعم. أوكي نزلتوه يعني الكل موجود معه؟ لا لا ما أتوقعش بس. Okay, you can exchange it between you. يعني رح أنزل لكم أنا chapter by chapter الأشياء اللي بتحتاجوها من هذا الكتاب، بعدين we will switch to another book to finish the applications. مهندس يحطي لنا suggested. Suggested إيش؟ suggested questions. إن شاء الله. طبعاً رح يكون في عندكم إن شاء الله quiz الأسبوع الجاي. ف I'm not sure honestly أعمله pop quiz ولا أكون ما أعطيتكم خبر متى الكويز. بموعد أحسن والله عشان الكل يكون مراجع وجاهز ومحتاج يكون عنده حجة وندرس خلاص إن شاء الله. يعني أنتوا تدرسوا شو إلا الكويز؟ لا مش بس يعني عشان الناحية النفسية بس مش أكثر، بس عشان النفسية. أوكي تمام، فخلص بنزل لكم homework إن شاء الله by the end of this week، لأنه خلينا نكمل شوي بالشابتر هذا مور عشان أنزل لكم أسئلة مع بعضها، والأحد الجاي كويز نتفق من الآن. خلص إن شاء الله. أوكي خلص إن شاء الله الأحد الجاي بيكون في عندنا كويز بس بوقت المحاضرة والماتيريال اللي راح نكملها لحد نهاية يوم الثلاثاء. راح يكون وقت المحاضرة بس؟ وقت المحاضرة نعم، 10 دقائق أعطيكم ربع ساعة بالماكسيم يعني نشوف. Okay.